يعني كيف نجح المنتخب المغربي؟ احنا اعتدنا دائما في التحليل انه نحكي عن المنتخب الفائز، والمنتخب الفائز هو المنتخب الافضل. المنتخب الافضل تكتيكيا وتكنيكيا وبدنيا وبالروح زي ما بنحكي، ذهنيا ذهنيا كان ذهن عالي جدا، عملوا معدلات جري في المنتخب المغربي في هاي المباراه يعني عالي جدا. اذا لاحظنا المنتخب الاسباني كيف بدا المباراه، طبعا بدأ مهاجم. كان المنتخب الإسباني في بداية المباراة جميع اللاعبين في منطقة منتصف ملعب المنتخب المغربي. شفنا التحركات للاعبي، ضغط عالي كان، ضغط عالي نعم، حتى المدافعين شفناهم بيلعبوا في هاي المناطق على منتصف الملعب. يعني شفنا تقدم من رودري ولابورت، هو كان بيبقى في الخلف، كانوا بيلعب لاعبين في الخط الخلفي، يا إما ألبا ولابورت، يا إما إذا صعد ألبا بيكون لابورت ويورينتي اللي هو مش مركزه بالاصل. لاعبه هو لاعب جناح، لاعب مميز من افضل اللاعبين في منطقته في الجناح، لكن ابقى به في الظهير اليمين. يعني مستغني عن خدمات اللي هو كارفاخال، مستغني عن خدمات أزبيليكويتا. فهاللاعبين شفنا المنتخب الاسباني يعني عمل مجهود عالي، عمل مجهود مضاعف، عمل ضغط في المناطق المنتخب المغربي، خنق المنتخب المغربي كرويا ان صح نعم التعبير. نعم نعم، احنا شفنا المنتخب المغربي يعني في ميس باس في المناطق هاي مش قادر انه يصعد الكره لمنتصف ملعب اسبانيا في فترات كبيره. لكن احنا بنحكي عن كاس عالم، بنحكي عن دور ربع نهائي، بنحكي عن تاهل لمنتخب يحمل العروبه على عاتقيه. بصراحه كان لهم ما ارادوا المنتخب الاسباني، اذا سمحت المنتخب المغربي لو سمحت بنخفي المنتخب الاسباني كما اختفى اليوم من البطوله. خلينا نحكي عن عناصر المنتخب المغربي. شفنا هون النصيري، كان هو يوسف النصيري من أفضل اللاعبين، كان يوجه الهجمة على اليمين أو على اليسار، كان يعمل ضغط على المدافع اللي بيزيد يحول الهجمة. هون بمجرد ما تحولت الهجمة على جهة اليمين أو على جهة اليسار، شفنا الضغط العالي من زياش كيف عمل، يعني معدلات ضغط عالية جدا. شفنا كان بيكمل في الهجمة، وحتى لو كان رايح من غير الكرة بيروح في مكانه وبيرجع للناحية الدفاعية اللي كان يساعد فيها أشرف حكيمي. ولعلها لأول مرة زياش نشاهد بهذا الانضباط التكتيكي عالي جدا ذهابا وإيابا على مدار 120 دقيقة. نعم. بالإسناد. نعم. الدفاعي، لأنه عادة يعاب عليه، لا يساند كثيرا دفاعيا. نعم، هذا يحسب للانضباط التكتيكي العالي، ويحسب للمدرب وليد الرقراقي أنه كان يعني على ثقة بين اللاعبين. حكينا احنا عن ثقة المدرب باللاعبين، ثقة اللاعبين بأنفسهم. الحمد لله كانت ثقة المنتخب المغربي اليوم بأنفسهم عالية جدا. شفنا بهاي المنطقة لما تتوجه الكرة على جهة اليسار أو اليمين من المنتخب المغربي، شفنا الضغط العالي اللي بيعمله زياش، شفنا الثنائية من حكيمي، شفنا عنا ملاح كيف بميل وبيعمل تغطية. شفنا هون يعني خلينا نحكي عن هذا اللاعب، هو يعني مرابط يعني مرابط في هاي المنطقة، هو عامل صمام الأمان للمنتخب المغربي. بصراحة لما تشوف مرابط في أي جهة من الجهات بيعمل الضغط على اليمين وعلى اليسار، العودة للخلف، أول لاعب بيكمل في الهجمة. يعني بصراحة شفنا التحركات اللي كان يعملها مرابط، هو نجم فوق العادة في هاي المباراة، ويجيد الربط على اسمه، يجيد الربط. هو مرابط، هم قال مرابط يجيد الربط في المنتخب المغربي. يعني شفنا من قبل نور الدين مرابط، لاعب مميز جدا في المنتخب المغربي في هذا المركز. سفيان مرابط بيكمل دور العائلة وبيكمل دور أخوه بصراحة في المنتخب المغربي. شفنا كيف بيعمل التغطية في هاي المنطقة، بيعمل كفر إلهم. شفنا الميلان اللي بيعملوه كيف هون، الضغط العالي من اللاعبين في منطقة اليمين، وشفنا كيف التغطية البعيدة، وكيف رجع بوفال بيصير في نص الملعب. الفريق يعني كان يتحرك كمجموعة، يعني يميل لليمين، يذهب للميسرة، يتقدم للأمام، يعود للخلف. الميلان والتوازن اللي حكيناه هذا إشي في كرة القدم عالي جدا. يعني منتخب لو ما تميز بهالحركة، المصيري بيوجه من الأمام، بوفال في الضغط بيتحول على الجهة هاي، وناحي بيكون بالخلف الظهير. يعني جميع اللاعبين في منظومة واحدة بيتحركوا، بلوك الدفاعي عاملينه عالي جدا. وبصراحة يعني في ناس ممكن يحكي لك انه المنتخب المغربي اليوم ما امتعنا، لكن المنتخب المغربي دخل في هاي المباراة وعنده بطل، هو عارف شو بده يعمل ويتصرف من هاي المباراة. انا بدي اوصل هاي المباراة لبر الامان، هي ضربات الجزاء. انا مركن على الحارس ياسين بونو، سنتحدث عنه ياسين بونو بعد قليل، لكن تكتيكيا بما انه نحن على الشاشة،
كان هناك فترات تشعر وكأنه الرجراجي مخطط واللاعبين تدربوا بشكل جيد يتحينوا فرصة خطف مرتدة. نهاية الشوط الأول لاحت فرصة أو اثنتين كان من الممكن أن تسجل بها المغرب. بالأوقات الإضافية سنحت فرصتان أيضا كان من الممكن التسجيل. هو لم يكن يركن للدفاع، كان واقعي عدل الخلف، لكن تشعر أنه كان لما لا أن نخطف هدفا. يعني هو إذا بتلاحظ في مجريات المباراة من الدقيقة الأولى لنهاية الدقيقة 120 في كل 10 دقائق أو 8 دقائق في هجمة مرتدة للمنتخب المغربي على المنتخب الإسباني. لأنه كان متكتل في المناطق الأمامية في هجمات. شفنا سفيان بوفال تلاعب في الظهير اليمين، شفنا زياش كيف كان يدخل على طرف ويدخل على منتصف الملعب وكان يدخل على العمق. شفنا النصيري بالتحركات كان وحيدا في الأمام، لكن الأطراف كانوا بيساعدوا نوعا ما، لكن في همهم وفي ذهنهم يرتدوا للمناطق الخلفية المتفق عليها بإشارة من المدرب، هم بيتحولوا للهجم المرتدة وبيعودوا للأماكن بسرعة. يعني خلينا نحكي، في ناس ممكن يحكي لك أن المنتخب ما أمتعني، لكن أخذ المطلوب منتخبات كبيرة ومنها المنتخب الأزوري. يعني كنا بنعرف المنتخب الإيطالي بيلعب بواقعية المباراة، هو أخذ بطولة كأس عالم بالدفاع وباللعب المرتد. فالمنتخب المغربي اليوم يعني يحترم على الانضباط التكتيكي اللي عملوه، يحترم على احترام المنتخب الإسباني. الأسماء الموجودة في المنتخب الإسباني هي أسماء عالية، لاعبين مميزين جدا على الساحة الأوروبية، يمتلكون يعني أنصاف الحلول لتسجيل أي هدف. لكن يحسب للمنتخب المغربي اللعب بواقعية، اللعب على إمكانياته، وإن كانت إمكانياته هائلة لكن ظروف المباراة حتمت عليه اليوم يعمل البلوك الدفاعي المنخفض. على ذكر البلوك الدفاعي، أكرد أصيب وخرج وهو يبكي. كان يريد أن يستمر في المباراة. نايف أكرد سايس قائد المنتخب تحامل على نفسه في الدقائق الأخيرة يلعب وهو مصاب غير قادر على اللعب. بصراحة شفنا التبديلات اللي حدثت، يعني شفنا اللاعب هذا أخرج المزراوي، يعني أخرج للتعب والإعياء. يعني شفنا الشد العضلي اللي صار بين اللاعبين، شفنا تبديل أكرد الاضطراري، شفنا تبديل النصيري، يعني أدخل مهاجم مكان مهاجم بنفس البلوك بنفس العقلية. ويحسب للمنتخب المغربي يعني، وألف ألف مبروك للمنتخب المغربي والوطن العربي هذا. يا رب نحلل تأهلهم على حساب البرتغال إن شاء الله بعد أيام قليلة.